نشوف هذا الاناليسيز وقلنا بنعملها ستاندر على مستوى الشركه وبنفترض فيها الورست كيس وقلنا سهله قوي بنقسمها لخمسه اليمنت او خمسه ستيبس مختلفين. رقم واحد ديفاين، بعد كده بريك داون، بعد كده ايدنتيفاي بالهازر، بعد كده حضرتك اناليسيز، بعد كده كنترول. وقلنا الكنترول بنقسمه لثلاث مراحل، هم خمسه، في اثنين منهم في مرحله الديزاين وثلاثه في مرحله الاوبريشن اللي احنا فيها كسيكتور. بنعرف في عندنا حضرتك انجينير كنترول وادمنستريتيف كنترول وبيرسونال بروتكتيف كنترول. وقلنا لما بنعمل نشوف هذا الانالس بنعمله على الورست كيس تبقى لظروف الشركه. الورست كيس تبقى لظروف الشركه. ويبقى ده ريفرنس عندنا ريفرنس مرحله التريننج ومرحله الاويرنس، ريفرنس في وضع الديزاين للورك بيرميت. بس الورك بيرميت نفسه لازم يبقى سبيسيفيك حضرتك بسيرتن جوب، سيرتن لوكيشن، سيرتن تايم، سيرتن جروب، سيرتن ورك كونديشن. وقلنا ان الورك بيرميت حضرتك الوسط ولا اللي هو المبالغ فيه قوي ولا البسيط قوي بيبقى اربع سيكشن. اول سيكشن حضرتك بيبقى السكوب اوف ورك اللي هو هم الخمس حاجات السبيسيفيك اللي قلناهم، ده بنسميه السكوب اوف ورك. تاني حاجه حضرتك بتشيك ليست، تشيك ليست بيفور ديورنج وافتر. يعني انا هلحق دلوقتي في تايم تو فيول، يبقى ايه الاجراءات اللي اعملها؟ ايه التشيك ليست اللي اعملها بيفور اللحام؟ وايه اللي هعمله ديورنج اللحام؟ وايه اللي هعمله افتر اللحام؟ اتفضل. بعد كده السكشن الثالث يبقى الهازارد كنترول، الاجراءات اللي الراجل اتخذها كاستمايز على الجوب دي. لان اكيد ويلدنج في ووتر تانك غير ويلدنج في جاز تانك غير ويلدنج في اويل تانك. كلها تانكات بس هتختلف. يبقى يبدا حضرتك سبيسيفيك الهازارد كنترول موجوده بعد ما بعمل ديزاين تشيك عليها. سواء كانت البيرسونال بروتكتيف اكويبمنت اللي هي بالظبط اللي احنا محتاجينه، سواء كانت الانجينير كنترول زي لما قلنا حاجات كتير زي الاير سيستم، زي اللاي اوت، زي اللايتنج، زي الايزوليشن وهكذا. بعد كده ادمنستريتيف كنترول، حاجات كتيره برضه زي الاويرنس، زي التريننج، زي الفاير بروتكشن، زي التول بوكس توك وهكذا. خدت بال حضرتك؟ السكشن الرابع الريسبيلتي بتاعت جميع مراحل الورك اوت. ده كده الاوت لاين بتاع اي ورك بيرميت. وبرضه بناكد ده الوسط ولا هو المبالغ، يعني ايه اكيد في الطيران هيبقى شد من كده. خدت بال حضرتك؟ واكيد في شركات بسيطه قوي يبقى ابسط من كده. ده هنا ده الوسط. خدت بال حضرتك؟ يبقى لازم الورك بيرميت بتاعنا في السكوب اوف ورك، في التشيك ليست فور ديورنج وافتر، في الهازارد كنترول، بيرسونال بروتكتيف اكويبمنت، انجينير كنترول، ادمنستريتيف كنترول، في رابع حاجه حضرتك ده اللي احنا ايه؟ وقلنا ده هيتعمل ستاندرد تمبلت زي ما كلنا عارفين، ونبدا بقى كاستمايز على الجوب اللي احنا فيه. وقلنا يفضل الورك بيرميت لسيرت الكلون ولا يزيد عن 24 اور، ما يزيدش عن 24 ساعه. البعض يقول لك لا يزيد عن شيفت، في تسهيل الجهاز لا يزيد عن شيفت. يعني شركات تسهيل الجهاز الدكتور عاليه جدا. قال حضرتك لا يزيد عن شيفت، الورك بيرميت لا يزيد عن شيفت. ليه؟ اكيد الكرو عندي مش هيشتغل اكتر من شيفت. طيب لو في عندي شغل كونتينوس وفي اثنين كرو هيكملوا، يبقى ده هياخد ورك بيرميت وده هياخد ورك بيرميت. طبعا حضرتك دي كده الخطوط العريضه اللي احنا اتكلمنا فيها. بعد كده قلنا طيب وكمان يفضل وانا بعمله عيني على ستاندر، لو في ستاندر، لو عيني مثلا بتكلم على هوت ورك بيرميت يبقى عيني حضرتك على تعليمات الاوشا. الاوشا بتقول لنا ايه؟ لك بس مع مراعاة ان الاوشا بتتكلم كلام عام. انت لازم سبيسيفيك على الجوب بتاعك. ده كده كانت المقدمة بتاعتنا. منها دخلنا حضرتك على البيز دي اللي قلنا للزملاء، قعدنا نفكر فيها وقلنا الزملاء هيجوا النهارده مجهزين ايه الورك ده.
يبقى بنتكلم على الورك بيراميد لفول تانك. بقول فول تانك لانه خطير. اكيد الفول تانك غير الوتر تانك. اكيد اكيد الويلدنج والكاتنج في فول تانك عليكم السلام غير الويلدنج والكاتنج في فول تانك. اعتبار حضرتك وقلنا ده اسايمنت للزملاء بعد ما احنا فكرنا عينينا دايما على الورست كيس. فكرت الزملاء بمثال بسيط حصل في 2005. كان في عمليه صيانه في ويلدنج في جهاز الفلون لتانك فاضي. لرضاءة الورك بيرميت او نقول عدم الالتزام بالورك بيرميت التانك اللي بتعمل حضرتك في السنه انفجر، ادى الى انفجار جميع التانكات اللي موجوده في السنه. هو فاضي؟ انفجر وهو فاضي. هو فاضي؟ وهو فاضي اثناء اللحام. ادى الى انفجار جميع التانكات المليانه. يعني ومات فيها تقريبا سته او سبعه، قصه كده كبيره. ادخل حتى تلاقيها على النت حضرتك على ما اظن 2005 2006. دي مثال بسيط. يعني اقصد لا خد بالك عايزين النار من مستطرش. يعني ايه ما تستطرش بالحاجات دي؟ ومش هنروح بعين قلت لك مثال بسيط. لو بصيت من هنا هتلاقي مجلس الشورى ومجلس الشعب ساعه ما انحرق وانحرق اثناء عمليه صيانه. بس ساعه ما دبت الحريق كان في كل حاجة، بس ما كانش فيه فكر، ما كانش فيه مهندس، ما كانش فيه فكر ومهندس، بغض النظر بقى مين اللي كان موجود. فاحنا لابد من زمان حضرتك تفكر بهذا الايه؟ التفكير. ده انا فكرت بس بالموضوع وسمعنا الفيديو بتاع الاوشا صح كده ولا لا؟ سمعناه؟ يعني ايه بيقول لي مين بقى جاهز بقى يورينا عمل ايه؟ مين جاهز الورك بيرميت الفول تانك؟ ها؟ لوكيشن تايم الكرو اللي هيشتغل الورك كونديشن التشيك ليست بيفور يونت وافتر ايه التشيك ليست اللي هعمله؟ هنيجي الهازارد ايه البيرسونال بروتكتيف؟ المشكله يا جماعه في التصميم نفسه. اما هنيجي بقى اثناء خلاص نعلم بقى خلاص. وانت بتصمم الورك بيرميت بتصممه على الورست كيس. تمام؟ تصممه على الورست كيس، بيرسونال بروتكتيف اكويبمنت، انجينير كنترول، ادمنستريتيف، كل ده عاوز حضرتك كزميل سبيكتيف. انتبه حضرتك. ليه نرجع للاوشا؟ لانها هي الستاندرد بتاعها. بس راعي ان هي ما بتديكش ورك بيرميت. ده بتقول لك خد بقى ايه اللي تاخده في الاعتبار. اما لو دخلت على النت مليان ورك بيرميت. انت بقى لحضرتك تعالى كده بص كده مع بعض كده اهو. انا عاوز ورك بيرميت لايه؟ هوت اسمه كده هوت ورك بيرميت. هوت ورك بيرميت هتلاقي النت مليان. انت بقى لحضرتك فانت هتتبنى انهي واحد؟ لا يمنع ان انا اجيب حاجه واعدل فيها او اقيمها اقول ايه رايي في الكلام ده. بسم الله الرحمن الرحيم. هوت وورك بيرميت او زهره. خدت بال حضرتك؟ هات حتى لو انت مش عايز تخش في التكست هات حتى صور كده. ده كل ده في الوسط وفي الكبير وفي المعقد وفي خدت بال حضرتك. ومجرد خد بالك اما انت كليك على الحاجه بيفتح لك الفايل الاصلي. بص كده حضرتك اهو كليك بقى دبل كليك عليه يفتح لك الفايل الاصلي اللي هو هيشرح فيه الموضوع. خدت بالك حضرتك؟ فاحنا عندنا حاجات كتير. خدت بالك؟ بس لازم الزميل يكون ايه متخيلها. يعني هو الراجل بص هنا مقسمه سيكشن هو زي ما احنا قلنا بالظبط اختصر. خدت بالك حضرتك؟ قد كده عرض الصوره اهو. الراجل عمل ايه حضرتك؟ إيه؟ جيب حاجه زي دي وقيمها على الاقل. جيب حاجه زي دي حضرتك وقيمها. شوف ايه رايك فيها. قال هي زي ما احنا بنقول قال اكتر شويه قال حضرتك شويه. خدت بال حضرتك؟ في الورك بيرميت الوسط في الورك بيرميت الكبير. خدت بال حضرتك؟ فاصل الموضوع مش صعب، الموضوع سهل بس محتاجه ايه حضرتك؟ بص اهو في اللي عملوا صفحه اللي عملوا سبع صفحات. خدت بالك؟ هنا الفايل كل ده هوت ورك بيرميت.
اي ورك بيرمت في حرارته. لو انت عاوز بقى بالظبط اكتب كده هوت ورك ويلدنج. ويلدنج لو ضفت له بقى كلمه ويلدنج هيجيبها لك سبيسيفيك اكتر، ولو حطيت له كلمه تانك يجيبها لك سبيسيفيك اكتر. خدت بال حضرتك؟ ها يبقى اقصد ايه، لا هتلاقي العمليه موجوده، بس الزميل بس ايه يبذل شويه مجهود. اه بص هوت ورك بيرميت، خدت بال حضرتك؟ استنى اجيب لك حاجه. ها لا، ولعلمك اما بتفتح حاجه ممكن تفتح بقى اكتر منها بعد كده. خدت بال حضرتك؟ هوت ورك بيرميت اكيد. بس ويلدنج وكاتنج صح كده، ويلدنج وكاتنج دبل كليك هنا حضرتك كده هتلاقي الراجل حاطط لك ورك بيرميت. ها الكاتنج ولا وممكن يبقى عنده ستاندر غير الاوشا كمان يرجع له. خدت بال حضرتك؟ فنرجع للعمليه بسيطه وسهله. بس لازم يا جماعه الزميل يحاول، لازم السيفتي لعلمك ثقافه. السيفتي مش محتاجه حفظ ولا محتاجه، السيفتي محتاجه الزميل بس يظبط ايه؟ يظبط الشغل بتاعه. خدت بال حضرتك؟ احنا بننفذ كويس بس الحاجات دي مش تنفيذ بس. خدت بالك؟ بص كل ده ورك بيرمت، كل ده هوت ورك بيرمت. خد بالك ده انت ممكن لو كتبت تانك يجي لك بالظبط كمان. خدت بال حضرتك؟ أنا اللي أقصده بس أشجعك، يعني إيه؟ أقول لك بص العملية سهلة وبسيطة و كمان وأنت بتلحم هيبقى فيه إيه؟ هيبقى فيه غازات، ومكان الفيول رغم إنك هتطهره هيبقى فيه غازات. يبقى أنا برضه إيه؟ رقم واحد أهو تشيك الأكسجين، تشيك الغازات الموجودة، وأنا بلحم لازم برضه يبقى فيه إيه؟ تجديد للهواء عشان اتخلص من الغازات دي. Risk of death, incapacitation, impairment of ability to self-rescue, injury or acute illness. Acceptable entry conditions are conditions that must exist in a permit space to allow entry and to ensure that individuals involved with the permit required confined space entry can safely enter into and work within the space. The five steps to safe hot work الجزء اللي فات ده مقدمة. هيبدا بقى يقول لك تعالى بقى، مش احنا قلنا لازم نعمل تشيك ليست بيفور وديورنج وافتر، واثناء التشيك ليست عشان بيفور وديورنج وافتر دي محتاجين كده هازارد كنترول. طب ايه المطلوب؟ في ريسبونسابيلتي. طب ايه المطلوب؟ يبقى هيبدا ياخد لك هنا احنا قسمناها لثلاثة وقسمها لخمسة عشان نختلف. خدت بالك؟ أول ثلاثة هما بيفور، بعد كده ديورنج، بعد كده أفتر. شوف بقى عنصر هيقول لك يعمل إيه؟ يعني الراجل كده بيتكلم حضرتك بص كده أهو قسمهم لك الخمسة دول أهو، أدي الخمسة دول ناخدهم كده أهو، ناخدهم بدل ما نقول بيفور وديورنج وأفتر لا قسمهم إيه؟ كله قسم بيفور كده لكذا حاجة. خدت بالك؟ بري الهوت ورك بيرمنت والأوثرايزنج والبربريشن اللي انت هتعمله كل ده بفوق، كل ده عاوزين نتاكد ان هو اتعمل سيف اند هيلسي اثناء التنفيذ يبقى اكزكيوتيف. بعد كده حضرتك بوست، يبقى بري وبوست، بري وبوست اللي هي بيفور والثانيه افتر. خدت بالك؟ ده اللي هيشرحه، ده اللي الراجل هيشرحه. Execution and confined space entry are mandatory procedural requirements. Authorizing hot work execution and confined space entry. Preparing for hot work execution and confined space entry. Executing hot work and perform work in confined spaces and post hot work and confined space entry requirements. Mandatory procedural requirements. The engineering manager is responsible for the following mandatory procedural requirements. Register of all identified confined spaces per plant or area, including category classification. Confined spaces will be clearly identified with appropriate signage. Confined space and hot work procedures and planned task observations. Formal risk assessments per individual confined space or class. Personnel list
with competency to issue clearance certificates. Identification of work requirements, i.e. hot work, cleaning, and purging of confined spaces. Confined space entry permits and registers. Hot work permits and registers. A procedure to disable and restore fire protection systems during scheduled outages or breakdowns. Emergency evacuation and rescue procedure. Emergency rescue equipment and training certificates. Isolation and lockout procedure and register. Atmospheric testing and sampling equipment certificates and training records. Tools and equipment logbooks. Authorizing hot work execution and confined space entry. Authorization to execute hot work and to enter confined spaces include training, appointments, risk assessments, hot work and confined space entry permits. Only persons that are trained, qualified, competent, and fit to perform their duties will be allowed to execute hot work and enter confined spaces. Grinders must also be declared competent. This training ensures that individuals are equipped with the skills and knowledge to understand the hazards associated with hot work, working in confined spaces, the contents of permits, and the control measures implemented for their protection, which includes emergency procedures. الراجل اللي بيعمل لك ده بنسميه تول بوكس توك. لازم قبل الشوب حضرتك لازم الليدر او الانجينير يتناقش مع الناس بتوعه على ايه جميع الهازارد اللي محتمل تحصل عندنا، سواء في التول اللي بنستخدمها او الجوب اللي احنا بنعمله. سميها تول بوكس توك، ليها مسميات كتير. بريفنج مثلا. بريفنج، خدت بال حضرتك. سميها اندكشن، يقول لك تعالى سيفتي اندكشن، وما بتقلش عن 10 دقائق. اول كده من 10 دقائق الى ربع ساعه. هتقول لي العلم في الراس، اقول لك لا ما نضمنش الموديل اللي الراجل جاي بيه. هو كده المفروض في الوقت ده يعني انا بتكلم في كل حاجه، في اي هزر هيحصل هو يعمل بروسيدور ازاي، كل حاجه تول بوكس تو. All hot work operators must attend a training presentation, have passed the hot work assessment and plan task observation before being appointed and authorized by the responsible section engineer. وانت بقى بتحدد بعد ما صممت الورك بيرميت وانت بتخصصه الجوب، لازم تنزل السايت وتشوف الهازر بتاعت الجوب وتشوف انت محتاج ايه من الورك بيرميت. خدت بالك؟ ليه؟ ما ينفعش تبقى حاجة بسيطة نطبق عليها حاجات صعبة. ما ينفعش حاجات صعبة نطبق عليها حاجات بسيطة. خد بالك؟ أنت ما صممته على الورست كيس. طب دلوقتي هنلحم في ووتر تانك كونفاين بس ووتر تانك غير ما نلحم في جاس تانك، غير ما نلحم في فول تانك. خدت بال حضرتك؟ A thorough formal risk assessment is required to identify all risk hazards. Assessment is هو برضه job safety analysis، بس الايه بقى؟ لسيرتن job، مش general بقى زي ما كنا بنتكلم. اول بنقول job للويلدنج للبنتنج، لا احنا بنتكلم على عمليه بنتنج محدده دلوقتي. To assess potential loss events and to identify required barriers. Risk assessments are to be reviewed whenever processes, people, or circumstances change. Identified energies include potential, kinetic, thermal, chemical, acoustic, vibrating energies. These energies could lead to the following significant risks: death by suffocation, fire or explosions, lack of oxygen, claustrophobia, burns, inundation of fluid, engulfment or drowning, toxic fumes or substances, insect and or snake bites, buried under material such as mud, coal or rock, electrocution.
Permit systems are intended to ensure that individuals involved with hot work or who have to enter confined spaces are aware of the associated hazards and that control measures are implemented to mitigate the risks. The permit system provides a step-by-step checklist. ليه سنور كومنديشن اعتبار حضرتك يبقى ياخد الديزاين ده حضرتك حطه في الاعتبار يبقى ادي التشيك ليست ادي الكومنتس بتاعتك يس او نو ادي ريماركس لو انت عاوز ايه تدي عليها ريماركس اعتبار حضرتك استاذنك انقل بس الديزاين ده قدامك استاذنك انقل قدامك ده كده بحيث تبقى بس متخيله ده كده ابسط الانواع اللي بقى. يبقى الراجل هو هيديني هنا خدت بالك يبقى السيريال نمبر الاول بعد كده الايتم اللي اعمله او الاكتيفيتي او شوف هتسميه ايه الايتم ديسكريبشن ماشي اللي انت هتعمله او التاسك اللي هتعملها ايه الكومنتس ده كده ستاندرد. طب ايه بقى الكومنتس بتاعتك على الجوب اللي انت ماسكها دلوقتي؟ طيب يس ولا نو؟ انت بقى محتاجه ولا مش محتاجه؟ طب ايه الريماركس اللي انت شايفها؟ خدت بالك؟ وعلى يمنع تبقى حاجات ادفانس. And reminds workers of the required legislation, safety precautions and responsibilities before, during and after task executions. It also enables Anglo-American Thermal Coal to keep track of hot work and confined space entry activities and ensures that these activities are being conducted safely. A permit to work and to enter confined spaces is issued with authorization by a responsible person in charge of the work to be carried out. It is important to note that permits expire after 24 hours. نزل ورك بيرميت وقول ايه ايجابياته وسلبياته. يبقى هنا قال لك كام؟ يبقى ما ينفعش اوبن ديت. تعرف ان احنا في جهات كثيره يقول لك ما جوب شهر. يقول لك ايوه بس الخطوره ما تنفعش. ده الكلام ده لو حاجه نورمال. اما لو حاجه فيري هاي زي اللي احنا بنتكلم فيها ما ينفعش لازم اقصى حاجه لينا 24 hours. وقلت لك ده في شركات لا 24 ايه؟ ده 24 دي تعمل كارثه. ده ماكسيمم 8 اورز. خدت بال حضرتك الخطوره. الخطوره هي ايه؟ نرجع تاني. فرق ما بين بكلم على حاجه اويل وبكلم على حاجه ناتشورال جاز. خطوره خدت بالك؟ ده بخار الغاز بس بياكل العظم كمان مش الجلد بس. يعني لو ايد الراجل اتعرضت لبخار غاز ايده تنتهي تماما تتآكل تماما. ادخل على النت كده اعمل سيرش اشوف مناظر تتخض. احنا عايزين نتجنب الهزر ده. Hot work operations are strictly prohibited under the following conditions. In areas where a hot work permit is خد بالك الديزاين بتاعه ماشي هنا بيكمل باقي الورك بيرميت required but not obtained. In areas where a sprinkler or other fire suppression system is activated. In the presence of explosive atmospheres, such as mixture of flammable gases, vapors, liquids, or dust. In areas near to the storage of large quantities of flammable or combustible materials that can readily ignite. On any rim or components onto which a tire is fitted. Preparing for hot work execution and confined space entry. Preparation to execute hot work and to enter confined spaces includes isolation and lockout. A process isolation, electrical isolation, mechanical isolation. لو في أجهزة يبقى instrumentation isolation. لان وارد اي حاجه من دي تعمل لنا مشكله يبقى دخل المرض اللي هو في الايزوليشن. اعتبار حضرتك ايزوليشن ماشي
اند لوك اوت. لازم في حاجه تدل كده على الايزوليشن عشان ما حدش ايه يتجاوز الريسبيليتي ويعمل لنا كارثه. Emergency response plan. طيب رغم انك عامل ايزوليشن، طيب لو حصلت مصيبه لازم نبقى يعني لازم حضرتك تبقى ريدي. يعني قلت لك المره اللي فاتت يعني موضوع الايزوليشن دوت ليه يعني صديق عزيز عليا جدا في سان مصر الله يرحمه في سنه 2005 كان مشترك في عمره في شركه سجاز ومهندس كهرباء. الراجل داخل تشيك يعمل تشيك ليست واثناء الشوت داون في كنترول بانلز عندهم حوالي 7 كنترول بانلز هاي فولتج. هو تشيك اول كنترول بانل لقاها معزوله خالص، تاني كنترول بانل لقاها معزوله فخد ايه؟ خد ثقه. دخل في الرابعه او الخامسه دخل هاي فولتج انتهى. لا لازم دي مسؤوليه مين عارف؟ سيفتي مان اللي موجود. خدت بالك لازم في سيفتي مان واقف. انا بتكلم على هازر. برضو حاجه قلتها لك تاني قبل كده انا مفكرك بس كمل. برضو في نفس التوقيت ده 2005 كانت هيدروجين بتغير في لانشه في موقع في بورسعيد اسمه حاجه الفرعونيه دلوقتي بعد ما اتباع. بيغيروا فرنش خدت بال حضرتك وهو بيقفل في الاخر حصل زيرو بريشر. الفلانش طارت من جوه المصنع اتنقلت بره. تخيل حضرتك معاك انا مش وانت بتتخيل. خدت بال حضرتك طب في حاله زي دي هتعمل ايه؟ يعني انت مهما تاخد من اجراءات وفي احتمال الورست كيس تحصل. يبقى ايه الامرجنسي بلان اللي انت جاهز ليها في حادث حدوث اي حاجه زي دي؟ امال ليه بيقولوها امرجنسي بلان؟ خطه الطوارئ. يبقى ايه خطه الطوارئ اللي عندنا؟ خدت بال حضرتك؟ تخيل بقى لو انا كنت اوبتمستك بقى او نورمال كده وما خدتش دي في الاعتبار. خدت بال حضرتك؟ عظيم النار من مستصغر الشر. ها يبقى انت لازم ايه هنا؟ قال لك استنى ده كمان الامرجنسي بلان مهم جدا حضرتك انك ايه؟ انك انت تشيك عليها. Correct personal protective equipment. ده كده بص ده كده بيفور اهو قبل البيفور مباشرة. يبقى كمان ايه بيرسونال بروتكتيف ايكويبمنت انت مصمم في الـ في الـ في الورك ديرمنت الورست كيس. طب ايه اللي محتاجه بقى الجوب ديت؟ وارد احتاجها كلها وارد احتاج جزء منها. خدت بقى لحضرتك احنا قلنا عندنا 9 بروتكشن. خدت بال حضرتك هل احتاجهم كلهم؟ ممكن احتاج العمليه بسيطه شويه يبقى جزء منهم. خدت بالك؟ equipment inspections الانسبكشن اللي هتعمله على الاكويبمنت. الراجل هيخش كده وخلاص. مش قلنا لازم تشيك الاكسجين، تشيك الجاز، تشيك لو في ليكج، تشيك اي حاجه، تشيك العزل، تشيك. خدت بال حضرتك؟ Confined space entry control. ده راجل داخل حضرتك كونتاكت سبيس. يعني لازم يبقى في اوثورتي. في واحد مسؤول وفي واحد ستاند بار، خد بالك. يبقى لازم يبقى في درجه خطوره معينه ما بيقولكش عمال على بطال. يبقى لازم يبقى في سيفتي مان وفي نفس الوقت في ستاند باي. خدت بالك؟ Continuous risk assessment SLAM. مش معنى انك انت عملت ريسك اسيسمنت قبل الجوب او انت عملته في الجوب سيفتي اناليسيس في الموضوع الستاندرد ما بتعملوش. ده انت طول ما الجوب شغاله انت كسيفتي انجينير كليدر. خد بالك لما بنقول سيفتي انجينير بنقصد المهندس، ما بنقصدش السيفتي ليدر. لا نقصدك انت، لانك انت المفروض واخد حضرتك فرقه سيفتي. امال هتبقى ليدر ازاي؟ هتبقى سينيور ازاي؟ خد بال حضرتك لو انا بتكلم على سقاله يبقى انا مخاطب المهندس المدني.
مش لكل كبيره وصغيره نجيب سيفتي انجينير نوقفه، لا ده هو نفسه سيفتي. خدت بال حضرتك؟ تبقى اللي تابعت الشغل الاسلام كونتينوس امبروفمنت، كونتينوس امبروفمنت. يعني انا عيني دايما استفيد من الاخطاء، عيني دايما كونتينوس امبروفمنت، كونتينوس امبروفمنت، كونتينوس ريسك اسيسمنت. يعني كل ده بيفور كونتينوس ريسك. يعني ايه؟ مش هاخد حاجه قديمه، لا كونتينوس. انا الاول عملتها في المكتب، طب تعالى في السايت، احتمال في السايت نكتشف حاجه ثانيه، طب تعالى نعمل تشيك للحاجات بتاعتنا نكتشف حاجه ثالثه. يبقى دايما يا حضرتك، لان الهازارد عالي، خد بالك الهازارد عالي جدا. هو قال لي كونفايند سبيس، المكان الضيق ده تانك مقفول، هيبقى فيها هيفتح داخل كده اسمها مانويل، يخش منها وبقى محصور جوه، بيحفر على عمق، ده كونفايند سبيس. اي مكان مغلق تانك مش ده كده، لازم الاكسجين، لازم التهويه، لازم الحاجات دي. Deactivate automatic fire suppression system. Barricade. بيتكلم على الفاير فايتنج سيستم على حسب نوع الحاجه بتاعتك. Areas. هو خد بالك الاوشا بتديك تعليمات. الاوشا ما فرضتش عليك حاجه. ده بتقول لك خد بالك من كذا، خد الراجل ده بيشرح الاوشا بس للحاجه دي. وبرضه بنقول احنا ما بنخشش في التكنيكال، احنا بناخد فور اكزامبل لحاجه، بحب بنقول لك بص قال لي ده على ماء الجوب. Make safe of confined spaces. All sources of energy. يبقى نعمل عزل لجميع السورس اوف انرجي. بروسيس ميكانيكال، الكتريكال، انسترومنتيشن. ولازم شهادات عزل. Might have a direct or indirect influence on the health and safety of persons in the community. لا، وشهادة العزل يا حضرتك ليها اوثورتي. يعني ما يقدرش الراجل بتاع البروسيس طول ما في ورقة من دول موجودة، شهادة من دول موجودة، عارف إن الموضوع عم سيف. خدت بال حضرتك؟ Confined space or working area must be isolated and locked out at the source by a responsible person as per the Anglo-American Thermal Coal Isolation Fatal Risk Standard and procedures before commencement of any work. The keys are placed inside a lockable key cabinet. Every person locks the key cabinet with his own personal lock. استغربش شكل ده ولا حاجة ده بيبقى قاعد كده كتير. حضرتك يمكن عندك لا العمليه اكبر من كده كمان احيانا. And fills in the lockout register with his personal details. The isolation procedure has further been established to prevent the introduction of contaminants or conditions through piping, ducts, vents, drains, conveyors, service pipes, etc. The activation or energizing of machinery inside and outside the confined space that could adversely affect the space. The release of any stored energy or potential energy in the plant, tools and equipment. An emergency response plan that was developed from a review of potential emergency scenarios must be an emergency plan مبنية على worst case. ايه ده احنا واخدين حاجات كتيره في الاعتبار. اي وارد تحت غلطه بسيطه تدمر الدنيا، يبقى هتعمل ايه ساعتها؟ Place and discussed before commencement of any work. When things go wrong in a confined space. لازم اكون مدرب الناس يعملوا ايه في الامرجنسي. People may be exposed to serious and immediate danger. Therefore, effective arrangements for raising the alarm and carrying out rescue operations in an emergency are essential. Ensure that there is additional fire suppression equipment available in the case of emergency, such as a fire tender on site during shutdowns. Another best practice is the commonly known dedicated position for fire extinguishers at a dragline shutdown.
Additional fire extinguishers are positioned on the ground, both sides of a drag line, next to the walking shoes and on deck, at both sides of the machinery house. The shutdown site layout plan also clearly identifies the position of all emergency response equipment. The correct personal protective equipment, also known as PPE, and respiratory protective equipment, RPE, as defined by the risk assessment and minimum site requirement, shall be used and maintained in a sanitary and reliable condition. PPE is issued against individuals' names. The scanning system provides accurate history and effectively controls cost. Minimum PPE site requirements for hot work execution include safety shoes. المينيموم خد بالك يعني هيزيد شيئين شوف بقى قد ايه المينيموم بقى long leather spats over safety shoes with overall worn over the spats. Please take note that nylon type overalls or jackets are not allowed. Long leather gloves, leather apron, dust mask, earplugs, fire resistant skull cap with neck flap, face shield with goggles or welding helmet. هل استبعد حاجة منهم بقى؟ كده تسعة. كده تسعة. تبقى استبعد حاجة منهم؟ مستحيل. كل حاجة ليها هازارد. ولازم تكون متخيل الهازارد ايه هو. But lancing suit for lancing activities. The supervisor issuing the permit to work is responsible for the inspection and signing of equipment logbooks, the check for gas equipment leakage, damage to electrical and welding gables, and special attention is given to welding tongue hand grips. The supervisor further checks that all welding, cutting, and ventilation equipment is safe to use and signs off equipment logbooks. Minimum required safety equipment includes calibrated atmospheric testing equipment that can also measure, monitor, and alarm on flammable and hazardous gas, oxygen deficiency, and carbon monoxide exposure, adequate fire extinguishing equipment, effective means of communication to link the person in confined space or executing hot work with a spotter, first aid equipment, PPE and/or RPE suitable for the specific task, barricades and no smoking signs, portable lighting where required, any other safety equipment identified by the risk assessment. Forced ventilation equipment where required. A lifeline is strongly recommended. Naked flame lighters such as matches or cigarette lighters are not permitted, and only friction type lighters shall be used. Furthermore, only approved lights are to be used in confined spaces. Before work commences, workers execute a tool and equipment pre-use inspection. كاستمايز بقى سبيسيفيك على سيرتون جوب. يعني انت يعني زي كده عندك في المستشفى العنايه المركزه لازم افترض اسوأ حاجه لان هيجي لي مريض حالته وسط. انت بقى لحضرتك يبقى الورق بتاع العنايه المركزه ده بمثابه ورك بيرميت لينا لدخول اي مريض. يبقى لازم تعملها على الورست كيس. انت بقى لحضرتك Entrances to confined spaces will be padlocked where possible and appropriate signs displayed. Before work commences in confined spaces,
Signs are erected at all entrances to prevent entry of persons not involved in the work and who do not have the required permit to enter. People with valid confined space entry permits complete the confined space entry register. A good entry control practice. لازم الكل يثبت قبل يسيب الكارت بتاعه بطريقه معينه عشان ما نضمنش ما ننساش حد جوه. Used by the Dragline Shutdown team is a magnetic sticker system where individuals place a magnetic name tag on a board at the site office as well as at the point of entry. This system allows easy monitoring of people inside the confined space at any point in time. SLAM stands for Stop, Look, Assess, and Manage. اختصار هو الاسسمنت يعني. قال ايه تاني؟ ستوب. انا ستوب يعني استنى كده ما تسرعش، لوك شوف المخاطر اللي عندك، بعد كده مانج. اسسمنت. سلام اسسمنت. Permits complete the confined space entry register. A good entry control practice used by the Dragline Shutdown team is a magnetic sticker system where individuals place a magnetic name tag on a board at the site office as well as at the point of entry. This system allows easy monitoring of people inside the confined space at any point in time. SLAM stands for stop. اول حاجه ستوب، ستوب يعني ايه؟ ما تسرعش، ما تخشش كده على طول، استنى كده نشوف ايه الموضوع، ما تطلعش سأل على طول، ما ممكن تكون فيها مخاطر. بعد كده لوك، لوك شوف لوك هنا الهازارد الموجود. ها اسس، اسس يعني ابدا بقى اعمل اناليسيس بقى المخاطر ايه، ايه تاثير المخاطر دي هتؤدي الى ايه، يبقى اسس. And manage. بعد كده how to manage بقى ازاي اتغلب على المخاطر دي؟ هي identify and answer control. هما بقى خصصوها اكتر بقى بالنسبه لهم اسلام، ده هنا الاوشا يعني. ماشي؟ يبقى ايه بعد كده manage. الراجل بيقولها بشكل بسيط كده، فاكرين لما قلنا الاكسيدنت والانسيدنت قلنا النير ميس والستوب كار، بيحبوا دايما يدوها مصطلحات كده بحيث تبقى سهله التناول. People stop and take a few minutes to think about the task. قبل التاسك استنى يا جماعه تعالوا لو ستوب كده نشوف المخاطر الاول. لوك كل واحد يقول لنا المخاطر عنده ايه؟ خدت بال حضرتك؟ نوع من انواع تعالى اي هازارد اي جوب هازارد اناليسيس بس سبيسيفيك على الايه؟ الوضع اللي احنا فيه دلوقتي الكرنت. They look around and identify potential hazards. Questions are raised. ده اللي بنقول عليه بقى البعض يقول عليه تول بوكس تو. يعني هم هنا سموه سلام، البعض يقول لك عليه تول بوكس تو، يقول لك بريفنج، يقول لك خدت بال حضرتك، يقول لك اندكشن. دي مسميات على حسب يعني الجهه يعني. Do we have the correct tools and are they safe to use? How safe is our working area? They assess the level of risk for the identified hazards, and more questions are raised. Could something go wrong today? What could happen to me and the others? They all commit to the required actions to manage risk appropriately in order to prevent injury or damage to equipment. Yeah, how to manage here at three levels. Engineering, control, المطلوب مننا بقى كمهندس administrative control، اخر حاجه بيرسونال بروتكتيف كود بس كاستمايز على الجوب. The supervisor also ensures that workers do not suffer from claustrophobia before entering confined spaces. خد بالك الناس دي متدربه، امال ليه بنعمل ده كله يا جماعه؟ عمل علم في الراس، يقول لك لا العلم لازم يبقى في كراس دوكيومنتري عشان نحلل المخاطر، نمنع المخاطر. A responsible person signs the automatic fire suppression register
and deactivates the systems before the execution of any hot work to avoid accidental discharge of systems that might lead to lack of oxygen and result in suffocation. On completion of all work, the responsible person reactivates the automatic fire suppression systems and signs the register to confirm that fire protection systems are restored and reliable. Working areas are barricaded in such a way that there is no direct or indirect risk to the health and safety of personnel. Nearby personnel must also be suitably protected against heat, sparks, slag, etc. A spotter is required to ensure that people do not enter barricaded areas where hot work is being done, especially in the case of hot work overhead. Barricades carrying no smoking signs are required at every confined space entry. In the making safe of confined spaces, various means might be employed, such as forced ventilation, flushing with water, neutralizing harmful chemicals, etc. All covers and manholes must also be open at least 30 minutes prior to entry. Carefully check the side of the manholes, tanks, and reservoirs. Remove all loose material to safeguard persons inside from falling objects. Access points must be kept free of any obstructions, such as leads, hoses, ventilation ducts, etc. When toxic fumes or gases may be present, like in sewer manholes, a competent person fully equipped with the appropriate respiratory equipment is to ensure the presence of sufficient oxygen to sustain life by carrying out atmospheric tests. It is vitally important to test for methane, carbon monoxide, and oxygen deficiency prior to entering holes or sumps. Acceptable entry conditions must first be achieved before entry to confined space can be permitted. The air we breathe normally contains 21% oxygen by volume, although oxygen levels of 19.5% to 23.5% by volume is considered to be. من يعني هو النورمال كام؟ النورمال حضرتك 21، ده النورمال اللي في الجو. الإنسان يقدر يتحمل من 19.5 إلى كام حضرتك؟ إلى 23.5. أعلى أو أوطى يأثر عليه أعلى. Safe. Some situations can cause the level of oxygen to dramatically decrease, leading to an oxygen deficient atmosphere. Therefore, testing for these hazardous substances need to continue during the operation by the supervisor. Too much oxygen may also pose a risk to health and safety. Oxygen-enriched atmosphere can increase the risk of fire or explosion. Hot work and painting in confined spaces will only be permitted if the confined spaces are constantly ventilated by blower or extractor fans to achieve a minimum air velocity of 0.5 meters per second. Adequate firefighting equipment must be on hand and in good condition to contain and put out any fire that may occur within the working area. Beware of snakes, spiders, scorpions, or any other insects when entering trenches and confined spaces. All combustible and flammable material must be removed and working areas appropriately cleaned. Where combustible and flammable material cannot be removed, it must be wet down or covered with a non-combustible material or cover. Any exposed equipment, such as gearing, open shafts, gear cases, motors, electrical panels, etc., must be covered with a fire-resistant cover to prevent any damage during hot work execution. Consider and take the necessary precaution to avoid damage to equipment caused by heat that is generated by the hot work. Ensure that gas cylinders are secured in an upright position away from any heat source. To avoid gas explosions, welding preheating propane torches are not permitted in dragline tubs and revolving frames.
controlled preheating systems drastically reduce risk and provide a more effective heat control with printout records. Executing hot work and perform work in confined spaces. The following safety precautions shall be adhered to during hot work execution. That's worrying about. شوف كل اللي فات ده 80% من المخاطر بيفور. لو بيفور ده اتعمل صح يبقى قللت المخاطر فوق ما تتخيل. And performing work in confined spaces. Permit checklists. Communication. Standby person. Frequent atmospheric tests. Spotters. Fire hazard-free conditions. Reassess risk and restore safety conditions. Workers confirm that all items on the hot work and confined space entry permit checklists are complied with and signed off. A communication system is established to enable communication between people inside and outside the confined space, especially to summon help in an emergency. Communication can be achieved by radio, hand signals, or other suitable methods. Good, continuous communication must be maintained with the spotter during hot work execution or confined space entry. A standby person is assigned to continuously monitor the well-being of those inside the confined space. The standby person with the authority to order people to exit the space in any hazardous situation will raise the alarm and should never enter the confined space to attempt rescue. Persons inside confined spaces must be withdrawn immediately when the presence of methane, carbon monoxide, or oxygen deficiency is detected. Testing and monitoring the atmosphere in confined spaces by a competent person using a suitable, correctly calibrated gas detector is a routine part of determining appropriate risk control. Atmosphere tests must be done in different levels, top, middle, and at the bottom. This is because contaminants can settle at different levels. Initial testing should be done from outside the confined space by inserting a sample probe. Atmosphere tests include airflow, oxygen content, airborne concentration of flammable or potentially harmful contaminant, for example, hydrogen, sulfide, carbon monoxide, and methylene chloride. Never trust your own senses to determine if the atmosphere in confined space is safe. Many toxic or flammable gases and vapors cannot be seen or smelled, nor can the level of oxygen present be determined. A competent spotter fully equipped with protective equipment and two fire extinguishers is suitably positioned to monitor conditions and check for any possible fires caused by the hot work. In the case of a fire, spotters would immediately raise an alarm, stop the hot work operation, and assist with putting out the fire. Spotters also have the authority and responsibility to ensure that non-essential people are removed from the immediate work area, and further to keep people out of the barricaded working areas. Workers continuously clean working areas and maintain fire hazard-free conditions throughout the task execution. At regular intervals, the safety of the work area is reassessed and safety conditions restored when required. Post-hot work and confined space entry requirements. On completion of the work, the supervisor must conduct an inspection of the work area and systems to ensure that there is no smoldering for 30 minutes after hot work completion. Equipment is removed and working areas cleaned. All persons are clear and accounted for. All covers, guards and doors are in place and secured. Automatic fire suppression systems are reactivated and the register signed off. Permits cancelled and signed off by workers and supervisor.
all safety equipment returned in good working order. Isolation and lockout removed. Confined space rescue drills shall be carried out annually, and records of these drills, with signatures of those who took part in the drill, will be kept by the immediate supervisor. تمام كده؟ الراجل لفت نظره. ايه اللي مطلوب مننا؟ ننزل اي ورك بيرميت، هوت ورك بيرميت، كونفايد سبيس، من على النت. اي فورم يعني؟ اي فورم وقيمها، مش هتنزلها وخلاص. ايه رايك فيها في اليوم اللي انت سمعته؟ ما انت مش هتبدا من الصفر. اكيد انا هنزل حاجات معموله واحط عليها لمساتي. مش هبدا من الصفر. ما ينفعش نبدا من الصفر. وده اللي كان مطلوب المره اللي فاتت. اللي محدش عمله. لا ان انا دخلت في موضوع السيفتي من بدايته مع العمل اللي انا شغال فيه. اولا انا موضوع اللي هي الانتدكشن عن السيفتي او عن الاتش اس اي او الستاندر اللي انا بشتغل بيه، كل ده انا حاطه في البدايه. فبس ولكن انا دخلت بقى في واقع شغلي بناء على الستاندر وتعليماته. فبدات احدد البروسيس بتاعت كل قسم بيشتغل فيه. طبعا احنا كمشروع يكفينا بروسيس واحد. بس خدها فروم اي تو زد. يعني يكفينا نقول مثلا عمره الطائرات، يبقى بتكلم على السيفتي مانجمنت سيستم لعمره الطائرات. بس يا جدعان تاخدها منين؟ من اي تو زد. مش عاوزين نمشي سطح. خد حاجه وعمق فيها زي ما انت عاوز. زودت بقى زي كده منزل عبد الخالق بيقول خلاص مفيش مشكله. الراجل بيعمل حاجه لشغله. خد بالك دي حاجه اضافيه ليك انت. فاخد كام بروسيس تقريبا؟ انا 13 بروسيس. 13 بروسيس، كل بروسيس هيبدا بقى ايه؟ من جواها كمان جوه البروسيس نفسها متقسمه. تمام. يعني مثلا سي لو انا عندي في اخر القسم انا عندي بدات انا باول حاجه ليه اللي ده اخطر حاجه على المساحه. تمام. اللي هو موضوع ان انا بعمل فينشنج، بعمل ساند بلاست، بعمل ازاي نعمل بولشنج، ازاي ان انا ابدا ان انا اساسا مصنع ينتج ايه؟ الحاجات الميديكال اكويبمنت. انا عارف بس انا عشان الميديكال فرنتشر يحسوها يعني. فالميديكال فرنتشر ليه بروسس من اول الرو ماتيريال ما تيجي لحد الفاينل ديبارتمنت اللي هو قبل ما يبدا يخش فاينل برودكت ويبدا يتعمل له باكج. فده لقيته اخطر حاجه على العمال. حته البروتكشن البي بي اي ازاي ان انا ببدا احدد اللي موجود. انا صورته وهو على واقع بتاعه بدات احدد ايه اللي المفترض ان انا المره الجايه ان شاء الله ايه اللي المفترض ان انا اجيبه من الاول من البي بي اي. بعد كده ايه اللي انا ممكن اقدر اعمله بحيث ان انا احميه من المخاطر، سواء بقى البيئه الحاجات اللي فيها واللي طالع. طيب ما تيجي نبسط العمليه، ما تخشش ال 14 بروسيس دلوقتي مره واحده. انا هقول انا كده هعمل بروسيس هنا وهعمل هنا. ادخل اختار منهم، اختارهم ونفكر فيها ليه؟ بعد ما تخلص خالص ابدا طبق ده على باقي الايه؟ لانك ممكن تظبط الفكر شويه. تمام. يعني ايه؟ خدت بال حضرتك تظبط التمبلت، تظبط الجوب هازارد اناليسيس وهكذا. تمام. فهو لقيت ان هو ايه اختارهم بقى عندك؟ اختارهم اللي هو الجزء بتاع الزراعي فينشنج. طيب يبقى ركز على الفينشنج. ماشي. لان انا بالفعل بدات ان انا اخد واحد قاعد فتره وبدا يعمل اكسراي. تمام. فبدانا نشوف قصه التاثير ده بعد فتره شغل فعلا هو ما كانش واخد باله. تمام. فوجئنا ان احنا الموضوع عنده بقى مرض. تمام. يبقى انا هاخد ايه دلوقتي؟ اخد القسم الكريتيكال ده. رقم واحد، بص انا همشي لك بترتيب الماتيريال اهو. رقم واحد ابدا اوصف فيه ايه الستوب كارد والنير مس. الستوب كارد والنير مس، مش هستنى ما يحصل اكسيدنت. يبقى ايه الانسيف كونديشن وايه الانسيف اكت، اللي هي مش عايزين بقى نخش كمان الانسيف مانجمنت. يعني والله لو في جرأه نخش فيها، بس ايه؟ بتعمل لنا مشاكل، مش عايزين نخسر حد. خد بالك؟ يبقى ايه دي اول حاجه لازم حضرتك تاخدها كده من الاول اهو. يبقى ناخد الكيس ده كله مقدمه. يبقى اول حاجه ايه حضرتك؟
ايه هي الانسيفي ايه النير مس وايه الستوب كارد اللي موجود عندنا اهو ماشي بالترتيب اهو. تاني حاجه اروح واخد الايه الهرم دوت. انا في معلش انا بدخل معاك بس اكمل لك بحيث ايه اهو في دول البيانات السابقه في عندي حصل ميجور اكسيدنت اللي هي الفيتال اكسيدنت او الميجور اكسيدنت عندي ممكن تؤدي الى ايه؟ ايه تعريفها؟ خدت بالك وايه ظروفها؟ وايه اسبابها؟ لو مصنع جديد يبقى انا بتنبأ، لو مصنع شغال من فتره يبقى انا هستفيد منين؟ من الاكسيدنت السابقه. لو مصنع جديد ممكن ابص للمصانع المشابهه. خدت بال حضرتك؟ يبقى اول حاجه يبقى دي بالنسبه لنا بعد ما بتعرف الموضوع دي كده الاساس بالنسبه لنا. اي نعم النسب دي مش عندك، النسب دي متوسط على مستوى العالم. خدت بالك؟ بس ده جايد بالنسبه لنا، يبقى ايه؟ يبقى بعد ما اعرف البروسيس ايه الميجور اكسيدنت اللي عندي اللي هي الفيري هاي؟ طيب ايه اللوست تايم اكسيدنت اللي هي الميديوم؟ طيب ايه الفيرست ايد اكسيدنت اللي هي الانسيدنت؟ طيب الروت يبقى عندنا الحوادث هو يبقى اعرف الثلاث حوادث دول عندي الاول. ايه بيحصلوا عندي ازاي؟ تاني حاجة طب الروت كوز بتاعهم يبقى في عندي الانسيف كونديشن اللي هو النير ميس، الانسيف اكت اللي هو الستوب كارد. بعد كده الانسيف مانجمنت بنتكلم عن جهاز الاشراف يا جماعة، ما بنتكلمش على الإدارة العليا. جملة كتير تخبط في الإدارة، لا لا لا، هي مسؤولية الإدارة العليا عارفين، صورة الإدارة العليا. بس احنا بنتكلم عن جهاز الاشراف. لو الجهاز الاشرافي ما قامش بدوره بحاسب الاعلى منه وممكن اوصل لوزير ورئيس جمهوريه وكله. لو انا بلد عارفه قيمه الكلام ده. خد بالك حضرتك هي كده؟ لان هي سيفتي. ارواح ناس خد بالك. تتحرق الطياره في 60 داهيه. ايوه تنفجر في 60 داهيه بس الا يموت جندي. ده بره كده خلي بالك. بص ايه يعني طياره انفجرت؟ ده لوست تايم اكسيدنت. ده لوست اكسيدنت. جندي يحصل له حاجه؟ لا استنى، ده كارثه. لدرجه في المشاريع الكبيره وبالذات لو بتقيم السب كونتراكتور او الكونتراكتور لو حصلت عنده ميجور اكسيدنت بقى بالفورمال صفر. فين يا عم التايم وفين الكواليتي وفين لا 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 بقى صفر خلاص. يعني عندنا استعداد نخسر ملايين بس الا تقول لي ايه؟ فرد يحصل له ميجور اكسيدنت. خد بالك ده امتى؟ لو انا كليدر بحترم ارواح الناس اللي معايا. ما بحترمش ارواح الناس ما خالص. خد بالك؟ وعشان كمان احنا عندنا في الشركه سيتي جنرال مانجر بيبقى على طول ريبورت منه لل لا لا لو ريبورت المستوى الاعلى كمان. ايوه طبعا. ولازم ده هنا مش انا ريبورت، ده عندكم ممكن يبقى ويكلي ريبورت وديلي كمان ريبورت. انت بقى خطوره الشيء يا جماعه تخليك ايه؟ تخليك انك انت يبقى اول حاجه نعملها ايه يا باشمهندس عبد الخالق؟ هنوصف ده عندك تمام، ويا ريت نوصفه مش هتسيبه لو تقدر يعني لو قدرت ماشي. يبقى كده بروسيس قدامك السلايد دي، اكتب رقم السلايد. انا رفعت لك السلايد 17 اللي هي الاكسيدنت اكسيدنت انفستيجيشن ليفل. ادينا يا جماعه بنتكلم عن المشروع اهو عشان ما يبقاش في حته. يبقى اول حاجه حددت العمليه، حددت البروسيس. ايه وبعد كده البروسيس بتاعتي؟ بعد كده ايه الحاجات دي عندي؟ مش الارقام. الارقام دي عاوزه داتا، لا ايه الحاجات دي عندي؟ ايه تعريفها عندي؟ لو موجوده عندي الارقام بشتغل على كام سنه؟ ها؟ بشتغل على كام سنه؟ لا على قد ما تقدر، بس اهم حاجه الارقام ليها اكيورسي ولا مالهاش اكيورسي؟ تسليف ورق ولا حقيقه؟ هو الاكسيدنت موجوده، المشكله في اللي تحت. يعني انت اللي فوق دي ما فيهاش مشكله عندنا، معروف مين مات، مين حصل له عجز كلي، المشكله من فين ونازل. اللوست تايم والفيرست ايد المشكله مش فين ونازل. ما حدش بيفتكرها. خدت بالك حضرتك؟ ولا في تايم. ماشي؟ يبقى دي ايه؟ خلاص ده كده ايه؟ تاني حاجه طب ايه الستاندر اللي عندي في السيفتي؟ لو ما عنديش ستاندر كده قول لي كده نو ستاندر. طب ايه الستاندر اللي انت تقترحهم؟ قلنا عندنا مجموعه ستاندر لا غنى عنهم. انا براجع الكورس كله اهو مفيش حجه اهو. لازم رقم واحد السيفتي جزء من الكواليتي. يبقى الناس دول يبقى اوير بالايزو 9001، اوير بالايزو 14001، اوير بالاوسس 18001، اوير بالايه؟ اوير حضرتك بالاوشا بجانب قانون العمل المصري.
يبقى اللي انا حاططهم لك في بوكس دول هم المينيمم بجانب قانون العمل المصري ايجيبشن لو. ايه ايجيبشن لو؟ خدت بالك الليبل لو ايجيبشن ليبل لو خدت بال حضرتك؟ يبقى ده المينيمم. طب ايه اللي عندي منهم؟ انت بتعمل لنفسك خريطه الطريق تمام خلاص ده كده ايه بيجي الراجل بيديك نبذه اهو خلاص ده هنا هنا قانون العمل المصري ومرفوع لحضرتك جيد ليه لو انت عاوز ايه خلاص خلصنا كده من ده. طيب انا عاوز اوصف بقى السيستم اللي عندي، هل الشركه بتاعتي حاصله على اسس 18000 واحد ولا مش حاصله؟ لو هي حاصله يبقى السيكونس ده وارجع بقى للمحاضره. يبقى عندك في الاسس ده انترناشونال ستاندرد ينزل منه الاورجنايزيشن سيفتي مانجمنت سيستم لكل برو ده وهكذا بقى مش هنعيد نفس الشرح تاني. ده خريطه الطريق بقى بتاع السيستم بتاعنا. من لغايه دلوقتي بتمهد. ده بقى الخطوات اللي احنا هنمشيها. خدت بال حضرتك؟ ده كده فخد منها على قد ما تقدر. فيد نفسك بس. انا اهم حاجه عندي ثلاث حاجات، بص اهم حاجه عندي ثلاث حاجات. خد لي هازارد اناليسيس اللي هي الجوب اللي قلناها، البروس اللي قلناها. حلل لي حادثه قبل كده او اثنين او ثلاثه، اعمل لي الكي برفورمانس انديكيتور، ده المينيمم بتاعي. ده كده بمثل 60% من اللي احنا قلناه. شغالين كده فعلا. ده المينيمم اللي انت ايه؟ ليه؟ ده كده المينيمم بتاع اي سيفتي انجينير. يبقى انا اخد بروسيس زي ما حضرتك قلت ونعمل لها هازارد اناليسيس كامل من لغايه ما توصل للورك بيرميت. وناخد اكسيدنت نعمل لها اناليسيس. عشان نستفيد منها وناخد كي برفورمانس انديكيتور بتاعتنا نحللها. خدت بال حضرتك؟ يبقى ده خريطه الطريق. بدا الراجل يشرح لك اهو خطوات. سيبك بقى ده ايه طالما انت عارف اللي قال خلاص. بدا ايه المخاطر وايه انواعها، الكلام اللي احنا عارفينه اللي احنا قلناه بقى وبقى لنا خمس محاضرات بنتكلم فيه. الكنترول دي كل ده هيبان عندك فين؟ في جوب سيفتي اناليسيز وهيبان عندك في الورك بيرمنت. خدت بال حضرتك؟ كل ده بص سهل العمليه يعني بصراحه. انا بديك امثله، انا عاوز احسسك بس بالسيفتي كلها دي امثله يعني. خدت بالك؟ بص حاجه بسيطه اهو دمرت ايد واحد. خدت بال حضرتك؟ نبدا بقى في جوب هازارد اناليسيس. بدانا بحاجات بسيطه قوي. ده كده الحاجات بسيطه. هنبدا بقى ناخدها لحاجات اكبر اللي هي البنتنج الويلدنج. خدت بال حضرتك؟ اهو بدا يخش في البنتنج وقلناها كتير عملناها مع بعض. عندنا خش في الويلدنج، بعد كده هتلاقي الباكتنج. خد بالك؟ انا برمي الكوره في ملعبك. السكافولدنج اللي كل حاجه عندك دخل بعد كده في الورك بيرميت اللي احنا اتكلمنا فيه. وقفنا ايه قلنا حضرتك إيه. وعندك امثله هي من الورك بيرميت. خدت بالك؟ انا عاوزك تقيم بس، ايه رايك؟ هات حاجه قيمها واعمل مقترح بقى للتحسين بتاعك. يبقى دي بيفور وافتر كان ايه؟ طيب وايه ملاحظاتي؟ طب حط ملاحظاتك بقى ورينا هيبقى الورك بيرميت شكله ايه؟ ويا ريت يبقى على البروس بتاعتك.